خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وسمحوا لي بزاف الا شفتوني كنهضر بشويه، راني ماشي بوحدي في الدار. هذا هو الاشكال، ما بقيتش ساكن في السطح، وليت ساكن في الدار وماشي بوحدي. يعني ما تنبغيش نغوت بزاف. وعلاش غبرت عليكم؟ لانني كنحشم، والله الا كنحشم ندير فيديوهات، ما عرفتش علاش قدام مالي الدار. وربما المهم هاد الفيديو هذا غنديرو تعقيب على واحد جوج بوستات كنت شفتهم منتشر مؤخرا، واللي كيبينوا لينا الحجم ديال تأثر الشاب المغربي. و يعني الناس عموما بالبروباغندا اللي كيشوفوا في التلفازة، وكيفاش انهم كيحسب ليهم باللي اي حاجة شافوها في التلفازة هي حقيقية. فسيدتي وسادتي، اليوم غادي ندوي على داك الموضوع ديال لاعبين المنتخب اللي استقبلهم الملك في القصر ديالو. فالأغلبية ديال الشباب اللي هما محبطين واصلين واحد السن ديال 24 25، هما خدامينش أو لا خدامين شي خدمة على قد الحال، وكيشوفوا كيفاش الأمهات كيفتخروا باللاعبين وفين وصلوا. والغريب في الأمر هو يعني اللاعبين معروف أنهم السن ديالهم باقي صغير بزاف، مقتبل العمر. ف كيشوف واحد في عمره 22 عام واصل، يعني واصل وفرحانه به مو قدام التلفازه، وهي حدا الوالده ديالو كتقول ليه. غالبا الامهات المغربيات التقليديات اللي الله يخليهم لكم كاملين، ولينا كاملين، فكيقولوا ليهم كون غير كنت يا وليدي انت فرحتيني ومشيتي ديتيني للقصر. وهو ما كيفهم والو، كيفهم والو علاش؟ لانه والديه ما عمرهم دعموه انه يلعب الكره، ما عمرهم دعموه انه يبازي حياته كامله على هوايه. دائما كيقولوا لي قرا ولدي، سير المدرسه ولدي، خد داك الشهاده ولدي، وخدم ولدي. علاش؟ لان هاد الطريق هادي كانت خدامه تماما في الوقت ديال والدينا، كانت الخدمه غير بالباطل. كان ممكن انك تتبع الطريق ديال المدرسه وتلقى فرص الشغل، لان كان كلشي قليل، كان الهوته، كانوا فرص، كانوا التقابي كما نقولوا. دابا التقابي تسدو 2022، ويلكم تو جهنم. يعني بغيتي تعيش الحياه دبر عليها منين ما جات. يا اما هو المدرسه كتعلمك انك دير حياه اللي هي ميديوكر كاع. الا كنتي مقود لاكي عندك رضا الوالدين، طريق المدرسه كديك لواحد الحياه اللي هي ميديوكر. قليل اللي كيتبع طريق المدرسة وكيوصل لشي حاجة، وما كيوصل لديك الحاجة حتى كيشي بين شعره وحتى كيمشي ليه شبابو وداكشي في القراية وكذا، فهمتوني؟ وهادشي تستوى از فاك. انا شوف الحق راه كنحطو لكم دابا نيشان، والله ما نسى، لا ما همني بتا شي واحد، فهمتوني؟ الحق يعلو ولا يعلى عليه، فهمتوني؟ لا من جهتي لا من جهة اي واحد، انا ضيعت شي واحد. المهم انا كنقول انا كلمه الحق نجيكم نيشان. فاغلب الوالدين كما قلت لكم كيقولوا لولادهم علاش ما صيفطتينيش للقصر، وعلاش ما فرحتينيش بانك تلعب الكره. كيقول لها يا امي وانا ملي قلت لك بغيت نلعب الكره خليتيني. لا، وغالبا جميع الهوايات ماشي الكره، اي هوايه عندك غالبا والديك سورتو امك غتكون كونتر هاد القضيه، فهمتوني؟ ف ملي كتشوفهم هما وصلوا كتقولك علاش ما درتيش هادي؟ علاش؟ لانك كون اختاريتيها هذيك الطريقه هذيك مثلا ديال الكره، ولا ديال اي رياضه، ولا ديال اي رياضه الكترونيه، ولا اي مثلا تجاره الكترونيه في البيسي، حبستي القرايه ودخلتي مثلا دير تجاره الكترونيه في البيسي، ممكن غتكون كونتر هاد القضيه، تقولك سير انا نسخط عليك، الله يتبعك البلا. هادشي اللي بغيتي خرجتي من القرايه وتبعتي البيسي، فهمتوني؟ او لا تبعتي الكره او لا شي حاجه، انت خدم على راسك في هذه القضيه. ومنين غادي يحالفك الحظ او لا غادي تخدم بجهد وغادي يولي عندك الفلوس، ديك الساعه تولي تقول لك امك سير الله يرضي عليك اولدي، انا عرفتك اولدي غتخرج ليا شي حاجه، انا عرفتك اولدي ملي تبع البيسي ولا تبع الكره انا كنت عارف غادي تخرج شي حاجه منك الكاين، فهمتوني؟ يعني امهاتكم هما مع الرابحه، وابائكم حتى هما مع الرابحه، نجيكم من الاخر، ولكن بحسن النيه. هما مع الرابحه بحسن النيه،
انهم كيبغيو لكم الخير. تخيلوا معايا بحال شي اي اي، بحال شي ذكاء اصطناعي. اخوتي الذكاء الاصطناعي بداكشي اللي عنده كيدير لك النتيجه، داكشي اللي هو عارف قبل مبروغرامي عليه قبل، زائد داكشي اللي كيشوف بعينيه عارف النتيجه. فهمتوني؟ بحال تخيلوا معايا بشي جي بي اس كيقول لك هذه هي الطريق الانسب، الطريق الانسب اللي عطاك هذاك جي بي اس طويله على الطريق اللي انت عارفها في مخك. كتمشي كدير الطريق اللي انت عارفها في مخك، جي بي اس كيسجلها وكيقول لك برافو هذيك هي الطريق اللي معزلتك، وهذيك هي الطريق اللي كنت غنعزلك وكنت عارف. فهمتوني؟ فبحال هكاك والديكم. فما تكعاوش الا شفتوا داك الشيء ديال التصاور ديال القصار والتصاور ديال ان اللاعبين ديال الكره وكذا وكذا. صحيح هذيك الهضره اللي كتقول انت ديال ان والديك ما شجعوكش راه هي الصحيحه. ما تسمعش الهضره امك ملي قالت لك كون والدي كون غير تبعتي داك الشيء وكذا كذا، لا ما تسمعش هذيك الهضره، ما تسمعش ليها، لان كون تبعتي هذاك الشيء كون كانت هي الاولى غتعارضك، كون كانت امك هي الاولى غتعارضك، كون تبعتي غير طريق الكره فقط، ما مشيتي لا قريتي لا وكون على يقين. وانا نقول لكم 90% ديال دوك اللاعبين اللي كيتصوروا معاهم مواتهم او والديهم في الاول ملي بداو، والديهم كانوا كونطر هذيك القضيه، كانوا كيقولوا لهم سيروا قابلوا قرايتكم. انا نضمنها لك، نضمنها لك داكشي باش الانسان اولا الشاب ما خصوش يتاثر بداكشي اللي كيشوف في التلفازه، ما خصوش يقول بلي داكشي كامل راه حقيقي راه واقعي، راه بداو معاهم من الصفر، والديهم بداو معاهم من الصفر. هذاك الشيء غير هضره، هذاك الشيء غير بروباغندا، هذاك الشيء ماشي صحيح. فهمتوني؟ فانت كشاب ما تاثر ما تازم، دير راسك بحال ما شتي والو. هذوك راس حالهم ماشي غير الحظ، راه واخا الخدمه واخا الموهبه راه كاين حتى الحظ، الحظ اللي هو جينيتيك بعدا هو دي برومي. وكاين الانسان اللي كيتزاد معوق، كاين الانسان اللي كيتزاد فيه متلازمات داون، كاين الانسان اللي كيتزاد هو مشلول، فايدي غادي يولي لك واعر في الكره. دونك اول حاجه جينيتيك بعدا هو الاول، عاد زائد الخدمه، عاد زائد اكتشاف الموهبه. راه واخا انت عندك موهبه شي مرات انت ما كتعزلش ما كتبانش، الحظ زائد الموهبه زائد الخدمه. وكما قلت لكم ماشي اي واحد كيتلاحظ لك الدومين راه كيدخل منه بشي حاجه. كاين واحد مليون ديال الناس اللي هما لعبوا الكره ما حالفهمش الحظ، ما كانش عندهم موهبه اولا، واخا يعني بذلوا مجهود ما وصلوش بعيد اولا يعني بحال راه كنت درت واحد الفيديو نخليه لكم في الديسكريبسيون علاش الممثلين والمغنيين والمشاهير واللي كيلعبوا الكره ولا اي رياضه ومشهورين فيها علاش هما كيتخلصوا الفلوس اكثر من المهن اللي هما عاديه. لان الناس اللي كدير مهن عاديه العدد ديالهم كثير بزاف، والناس اللي كيبرعوا في المهن ديال المواهب العدد ديالهم قليل. دونك اي حاجه اللي هي ديك لا سوم ديال الفلوس يعني على حسب على شحال من انديفيديوال كتفرق. انا كنقول للشباب على هاد جوج بوستات ما تيقوش اولا بكاع داكشي التلفازه، غالبيه الامهات ديال دوك اللاعبين اللي كيتصوروا معاهم اولا راه كانوا كونتر في واحد النهار، اما هادشي ما كيخرجش للعلن لانه حشومه يخرج هاد العلن. انا نقول لكم انا نحيد هاد الحشومه، نحيدها. الفيديوهات اللي كندير اليوم والله الوالده ديالي ما كانتش بوغ ولا داعمه ليهم من اول نهار ما كانت كتقول لي لا نكريح في بيس مثلا كندير دوفيس، لانني انا كنت كنلعب دوفيس ودوفيس هي الاساس علاش درت اول فيديو ليكم لاشين. ف ملي كنت كنلعب دوفيس من صغري كانت كتقول لي ممنوع ما ديرش هذاك الشيء، ما تلعبش دوفيس، تبع غير قرايتك غتخرج على قرايتك، ما تبعش هذيك الهوايه كاع. يعني من بعد في واحد الوقت اكتشفت بلي عندي شين، حيت هي اصلا ما كانتش كتفرج فيا بزاف، اكتشفت عندي شين قالت لي ما عقلتش واش العام اللي فات ولا، قالت لي راه عجبوني جميع لي شين لي فيديو اللي كتلوح وكنت كندير لهم لايك كاملين. يعني عجبها لي فيديو اللي كنلوح، ولكن الحاجه اللي خلاتني اولا نبدا لي فيديو اصلا اللي هي دوفيس كانت كونتر هذيك اللعبه نهائيا، وكونتر انني لعبان ولا نتبعها نهائيا. كون ما تبعتهاش كون ما درتش الفيديوهات كون ما لقيتش لايكي اصلا. ولكن تخيل واحد السيناريو اخر، تخيلوا مثلا كون كان عندي مليون سبسكرايبر، مثلا كان عندي مليون سبسكرايبر وبومبارديت ولاو الناس كيجيوني فهمتوا كيديروا معايا انترفيوز وكذا وكذا،
واش كتظنوا مني انا نقول لهم الوالده؟ انت شكون هاد الوالده؟ انت شكون الوالد كاع؟ انت شكون هما كاع؟ فهمتوني؟ كي غادي نبان انا الصوره ديالي كي غادي تبان، واخا انا كنقول شبه الحقيقه في هذاك السيناريو اللي هو ايماجينير اللي كنتخيلو دابا، فغادي نبان خايب. دونك اوتوماتيكيا خصني نتصور معاها، خصني نقول لهم راه كدعماتني كذا كذا، باش كنبان بين قوسين مرضي الوالدين الى اخره. فهمتوني؟ يعني هذه هي التلفازه، هذه هي البروباغندا، هذه هي هذه هي الايماج اللي خصنا نعطيو للمجتمع. فهمتوني؟ الواحد ما يتصيدش هذه القضيه هذه، ويعرف بان نفس الكاليتي ديال الوالدين راه كيما انت ما دعموكش ملي يلا كنتي كتنوي مثلا انك تتبع المسار ديالك في الكوره، ولا المسار ديالك في الرسم، ولا المسار ديالك مثلا في السينما، ولا شي حاجه، فراه بحال هكا كيوقع المهم الاف ديال المشاهير حاليا، وراه كاينين انهيرد ستوريز، راه كاين يعني خلف الابواب مغلقه كاين شي قصص اللي ما عمرهم خرجوا للعالم، ولكن راه قصص اللي خصهم دي ميك سينس. فهمتوني؟ فنتمنى ما نكونش طولت عليكم، وتهلاو ليا فريوسكم.